أنا فاضية. دي العربية الكبيرة المطافي ما فيهاش يعني هي سبب الحادث. دي العربية محملة حديد. دي دبابة وكان في سوزوكي هنا. السوزوكي كانت هنا بين العربيات دي كلها. بصوا شوف كام عربية مطحونة. العربية اللي محملة حديد دي ما كانش فيها فرامل. يعني ربنا يقينا كل شر وإياكم. العربية دي محملة حديد ما كانش فيها فرامل، طبعا طحنت كل العربيات قدامها في العربية السوزوكي اللي مولعة دي.